ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وفقرة جميلة ومميزة وشيقة كلنا بنحبها وبنستناها دايما، وهي فقرة المطبخ مع الشيف الجميلة واليوتيوبر سهير جاد. أهلا بيك يا شيف معانا النهاردة. أهلا بيك يا فندم. وفي البداية برحب بزميلتي وحبيبتي وصديقتي منى. أهلا بيك يا منى ومنوراني. أهلا بيك يا نشوى، وسعيدة أن أنا موجودة معاكي في الفقرة دي. طبعا ده هتبقى فقرة متميزة جدا عشان كمان معانا الشيف سهير. طبعا نورتينا يا شيف، وإن شاء الله نورك يا قلبي تبدعي لنا النهارده باذن الله. ان شاء الله ما شاء الله. يا ترى ايه المنيو بتاعنا النهارده؟ هو طبعا علشان ظروف البرنامج والوقت، طبعا انا هعمل ستيك مشوي على الجريل. جميل. بالصوص. تمام. جميل ما شاء الله. ابتدي يا جماعه النهارده نشوى هتعمل لنا الاكل. لا ازاي طبعا انا متبله متبله اللحمه عشان برضو لازم تتبل قبلها بفتره. طيب يعني حتى لو التتبيله بقى بتاعتها تكون ازاي؟ يعني يا ملح وفلفل وميه بصل وبابريكا وخل، وطبعا معايا زعتر وروزماري وتوم فريش. لو ما فيش فريش حطي مجفف. تمام. وبتقعد طبعا في التتبيله. بالنسبه للحمه طبعا مش اي لحمه تتعمل ستيك. اشتغل وانا بقول. اشتغلي. طب ايه بقى نوع اللحمه اللي تنفع لموضوع الستيك؟ بالنسبه للحمه لازم طبعا تكون من انتركوت او العرق الفيليتو عشان تستوي بسرعه. لحظه بس. كيف براحتك. علشان طبعا حته تكون ناعمه دي الزبده. وقطعه زبده بقى فلازم اللحمه تكون ما بتاخدش سوى طبعا وتستوي بسرعه. اكيد لأن طبعا لان في ناس اصلا بتحب الستيك مشوي فقط، يعني مش مش معمول بصوص ولا اي حاجه عشان يبقى خفيف. فديته ايه بقى الستيك ده؟ فديته ايه الغذائيه؟ طبعا بروتين. ده احنا بنقول كده طبعا ان في ناس كتير ما بتحبش اللحمه يعني، بس فالطريقه اكيد دي الطريقه دي ممكن تشجعهم ان هم مثلا يعملوها وياكلوها. يعني هي طبعا طريقه سهله وجميله ولذيذه. تمام. يعني حتى الاطفال هيحبوها، اللي مش بيحبوا اللحمه هياكلوها. بس الاطفال بتبقى عايزه مستويه قوي. ما عشان كده هنعمل صوص. الصوص ده بعد الصوص بتاعها. لا هتتعمل، هعمل صوص. هتعملي صوص تحطيها فيه. تمام. علشان ايه برضو الاطفال واللي ايه عايزها مستويه قوي، هي كده هتبقى مستويه. بالنسبه طبعا للستيك زي ما قلنا قطع من انتركوت او العرق الفيليتو. بتبقى ايه مش بحجم البفتيك، لا بتبقى ايه أدخن شويه. أدخن شويه. زي كده يعني نص سنتي طبعا عشان تستحمل. طبعا على النار يعني. طيب شيف سوير، احنا عارفين طبعا ان انت عندك قناه على اليوتيوب. على فكره يا جماعه قناه الشيف سهير في المطبخ. سهير جاد. سهير جاد. مطبخ سهير جاد. مطبخ سهير جاد قناتها على اليوتيوب. يا ريت كلنا نتابعها، قناه جميله جدا وشيقه جدا وبتقدم حاجات جميله ومفيده، كلنا هنستفيد منها. احنا بصراحه لما عجبتنا قناه اليوتيوب بتاعه الشيف سهير قلنا ان شاء الله لازم تكون معانا النهارده في حلقه وتمتعنا بالاكل الجميل بتاعها يعني ان شاء الله. كلمينا بقى يا شيف كده عن تجربه اليوتيوب. طبعاً على قناتك يعني. هي تجربه جميله جدا، يعني كل حد عنده موهبه فهو سهل بصراحه اي حد عنده موهبه ان هو ايه يعني يطلعها، بحيث ان الناس والجمهور. لا تسلمي لي، انا هعمل بقى الصوص وهي ده اللحمه بتتشوي. هبتدي اعمل الصوص. فطبعا هي تجربه جميله جدا، خصوصا اللي عنده موهبه بيقدر يظهرها طبعا ايه أكيد. للجمهور. فجميله هي يعني. هي طلعت لك الموهبه بتاعتك. طبعا عشان انت أكيد. بتحبي اصلا المطبخ. انا عرفت من كلامك. انا المطبخ بصراحه بحبه جدا، ويعني بصراحه من وانا صغيره بحب المطبخ. دي هوايتك اصلا. فطبعا دي هوايه. فطبعا انت بتطبخي في البيت بقى أكيد. ولا ده بس؟ لا 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 اكيد طبعا. لا والله اكيد. تمام. انا هعمل الصوص دلوقتي. اوكي قولي لنا مقادير الصوص. المقادير بتاع الصوص يا شيخ. احنا هنحط الصويا صوص. اوكي احنا حطينا كده قطعه زبده. حط لك هنا. هنا. تمام. حطي شيلي الزبده. المقادير ايه بقى؟ مقادير الصوص ده هقول لك انا كده. كفايه حطي حبه تاني. اوكي. مقادير يعني بتاع ربع كوبايه كفايه. طب اوكي. ربع كوبايه صويا صوص، ربع كوبايه دبس رمان. تمام. الحاجات دي طبعا متوفره في السوق عادي. في السوبر ماركت. انا بعمل الدبس الرمان عاملاه اصلا. انت بتعمليه في البيت؟
لا حط حضرتك ثوم، هو مش هو بس بينزل براحته. ايوه تمام اوكي. انا طبعا لما دخلت على القناه بتاعتك لقيت حضرتك ما شاء الله بتبدعي محشي وفراخ وحاجات جميله جدا. عشان كده قلت حضرتك تيجي لنا وتنورينا وتشرفينا في البرنامج بتاعنا. ده شرف لينا طبعا يا شيخ. ربنا ده ليا اكتر. الله يخليكي، انت منورانا جدا. وكل اكلك انا لما دخلت يعني صراحه ما شاء الله حضرتك متميزه جدا. في يوتيوبر كتير بس حضرتك لفتي نظري لما دخلت، قلت تشرفينا واشكرك طبعا على الاستجابه الجميله دي. تسلمي يا حبيبه قلبي، والله ده شرف لي. الله يخليك يا شيخ. بقى مع اللحمه المشويه وهي بتتشوي كده طبعا معايا زعتر. ممكن نحط قطعه زبده تاني بس، معلش المعلقه دي. اوكي شوفي انت عايزاني اساعدك في ايه وانا معاكي. النهارده يعني نشوى بتبدا يعني. بقى نشوى بتبدا لنا الاكل. نشيل ده دلوقتي كده وخلاص على بقى ايه ده الصوص. طب شوفي لو عايزاني اعمل معاكي اساعدك، حطي معلقه الدقيق دي بس واقلبيها في الميه. في الميه حطها في الميه. اللي في الميه اللي قدامك يا نشوى. ما هي ماشيه تجيب معلقه بس. ماشي يعني. حط لك هنا. لا انا حطيت خلاص. انا حطيت بس حطي هنا. اقلبها لك. هنقلب. طيب تمام. على اساس ان ايه الصوص بتاعنا يتماسك شويه. يعني انت الاول حطيتي زبده. قطعه زبده، دبس الرمان، دبس رمان وخل. خل ومعلقه دقيق بس عشان ايه تمسك اللفه متدوبه في الميه. عشان دي او لو عندك لبن مفيش مشكله. تمام اوكي. تمام. ونحط كمان روزماري طبعا عشان الريحه. ده من الحاجات المفيده جدا. هي على فكره الريحه حلوه من دلوقتي يعني. لو ما فيش بقى فريش بتبتدي بتحطي المجفف. مجفف. اوكي. طب الروزماري ده ليه بديل او حاجه؟ لان ممكن ناس ما تعرفش. هو موجود كتير واسمه اصلا اكليل الجبل. تمام. مفيد جدا. متوفر يعني. متوفر في كل شيء. سهير كلمينا شويه على القناه بتاعتك وايه اللي انت استفدتيه منها؟ طبعا استفدت اول حاجه حب الناس ليا. طبعا طبعا الموهبه بتاعتي ان انا ظهرتها بجد كانت دي حاجه يعني من الحاجات اللي عجباني. طلعت طاقه جواكي انت بتحبيها. اكيد كل واحد بيبقى جواه هوايه. ما هي هوايتها المطبخ. لما بتطلع برضو بيقدر ان هو يمارسها، دي برضو بتدي له يعني طاقة. حاجه كويسه جدا بتدي يعني. طاقه بتخلي الحياه ليها طعم. فخلتني طبعا اطلع يعني الحاجه اللي انا بحبها هي المطبخ. وعرفتني بناس كثيره قوي وقفتي الناس. تمام. كمان يا شيف. واهم حاجه استفدت حب الناس. ناس كثيره يعني دايما يا شيف كده. ربنا يخليك يا تتحبي من غير اي حاجه خالص. كمان في صوص توم. تمام صحيحه كده ده في الشاشه. طب قولي لنا بقى انت اكتر اكلات كده قريبه من قلبك بتحبي ان انت تعمليها قريبه من معدتك يعني بتحبي ان انت تعمليها دايما يعني. المحشي. انا شفت لها كذا اكل على اليوتيوب محشي. لا هي كل الناس بتحب المحشي هو يعني. عشان كده كلنا وخصوصا الاولاد يعني ما بيحبوش الطبيخ كتير، بس بحاول بقدر الامكان اديله قيمه غذائيه عاليه يعني. انا بعمل محشي بحط فيه خضره كتير يعني حتى اللي بيعملوا دايت عشان يدينا طاقه ويدينا افاده. بصفه عامه ناس كتير. لا والله انا بكتر في الخضره. الخضار نفسه. قليل الرز مثلا. بقلل الرز، البصل، الطماطم. تمام. الحاجات دي فطبعا عشان يدينا فيتامين. انت بتحاولي على قد ما تقدري تدي طيب فيتامين. هيعمل لنا ايه تاني مع الستيك؟ في حاجه تانية مع الستيك؟ هو الرز طبعا. وانا كمان عملت والبريك. بقى رز ايه بقى؟ شعريه ولا ابيض؟ والله ايه بس هو يفضل الرز الابيض. الابيض جنب الستيك يعني. تمام أوكي. هو الرز ده. اوكي. في حاجه تانية بقى غير الرز والستيك؟ ومعايا بقى عملت امبارح طبعا القرص. ده ايه؟ بوريك. ده بوريك بالجبنه. بوريك بالجبنه. تمام اوكي. وقرص، قرص طريه. انا دوت البوريك يا شيف طري جدا وطعمه تحفه. هي حاجه القرص ولا هي ساده؟ ساده. يبقى قرص ساده بوريك بالجبنه. عاملاها باللبن. ده بيبقى حلو جنب الوجبه دي يعني. لا جنب الستيك ولا ده حاجه انا لوحديها كده. مع شاي بلبن السكر. تمام. على اساس ان مفيش وقت للبرنامج. انا كان نفسي تمام وطبعا خلاص اوكي. احنا بقى ايه نجهز لك الرز. طبعا رز ابيض. من تحت تحت باين. اوكي كده. ايوه ايوه. الله. لا بصراحه شكله شيف لو سمحتي قولي لنا مقادير القرص الطريه.
حاضر. هو الكيلو دقيق عليه كوبايه كوبايه سمنه، ويفضل سمنه بلدي او زبده. عليه ربع كوبايه زيت، عليه كوبايه لبن رايب، لو ما فيش لبن رايب يبقى لبن عادي او زبادي. هي طريه وطعمها تحفه، انا اكلتها وانا بحضر الاكل. معلقه ايه؟ يبقى القرص اللي هي الطريه اللي هي الساده. وطبعا كيلو دقيق، كوبايه زبده، تمام كده؟ او سمنه بلدي، او سمنه بلدي، او متواجد عندي كوبايه. انا عايزه اقول لكم، كوبايه ونص لبن، معلقه كبيره بيكنج باودر، لا معلقه كبيره خميره، ومعلقه كبيره سكر، خميره ومعلقه سكر، دي القرص الطريه يا شيف. طب البوريه على فكره يعني المقادير بتاعتها طبعا موجوده ومتوفره، سهله تعمليها في البيت. طيب واحنا نزلناها طبعا اللي هو بالجبنه عشان يعملوها في البيت عشان هي طعمها حلو قوي. اكيد. انا البوريك اللي هو بالجبنه، اي نوع جبنه ولا لازم هو يفضل جبنة طبعا معينة يعني. الجبنه البراميلي او البوريك بالجبنه يا جماعه، 4 كوب دقيق، ربع كوب، ربع كوب زيت، نص كوبايه ميه دافيه، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه صغيره معلقه صغيره معجون طماطم عشان يدينا اللون، ومعلقه صغيره ملح. طيب احنا قلنا الجبنه اي نوع جبنه، مش هو طبعا مش شرط جبنه معينه، الجبنه البراميلي والجبنه الاسطنبولي بتدي طعم جميل. تمام اوكي. هي بصراحه الصوص انا دقتها، انت شفتي شكلها، انا دقتها بقى. انا قعدت اكل. لا هي بصراحه شكلهم لا وطريه، انا عجبتني عشان طريه. ما هي دي قرص شيف بجد، تسلم ايدك والريحه تحفه. انا عايزه انزل اكل. ممكن لا ما احنا هناكل. اوكي احنا هناكل اصلا دلوقتي يعني، احنا ان شاء الله لازم هندوق طبعا. نشوى ادري بالمعلقه. بصي يا نشوى، مش عارفه نزلتي الحاجه دي تحت اللي هي الدقيق. تمام انت خلاص الحاجات دي اوكي تمام كده. محتاجه دقيق تاني؟ لا خلاص. العلبه نحط دي بقى تاني كده ونطلع ايه. دي انت هتعملي هنا الصوص اللي هنحط فيه؟ انا كده عملت الصوص خلاص، ده خليه بقى سهل زي ما قلت. طبعا اللحمه زي ما قلت لك، في ناس بقى بتحب تاكلها مشويه كده. تمام. ده الناس اللي بتحب الحاجه الجامده. هي مش، هي مش جامده على فكره، هي جميله يعني. يعني في بيحبوها ويل دان يعني، اللي هي المستويه قوي يعني، والصويا صوص. فانا الصوص اوكي حاضر. طبعا هو هناخدها بقى من هنا ونقوم حاطينها ايه. هو كده الصوص. يعني هي هتحطها في الصوص. اوكي تمام. بتكمل بتكمل سوا، بتكمل سوا في في الصوص بتاعها يعني. تمام. هي كده خلاص استوت يا شيف صح؟ عشان انت كنت كمان متبلاها قبل. متبلاها قبليها بيوم. عشان تاخد من الحياء بتاع التتبيله. ايوه تمام. الريحه طالعه تحفه يا شيف، ما اقولكيش قد ايه ريحتها حلوه جدا. طبعا الاكله دي جميله جدا وسهله زي ما قلت لك يعني. حتى ربة البيت المُوظفه هتعملها بكل بسرعه سهوله. هي الاكل ده سريعه. جميله. مجرد بس هتتبلي وتحطي في الثلاجه وفي نفس الوقت سهله وسريعه، يعني ايه شيك جدا بصراحه. ده غير قيمتها الغذائيه كمان يعني. طيب احنا عشان خلاص كده ولا ايه؟ خلاص كده قدامنا لسه فاضل دقيقتين. ماشي بس عشان ممكن بس احطي هاتي برضه الرز الثاني، هاتي طبق الرز ده. اوكي. انا قلت عشان هتحطي الاستيك. لا 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 جنبيه، تحطي جنبيه. طيب اوكي تمام. شيف سهير الاكل شكله تحفه وريحته جميله جدا. تسلمي يا حبيبتي. اوكي تمام. وانا بشكرك جدا على الاستجابه بتاعتك مره ثانيه، ان انت كلك ذوق، ان انت استجبتي لنا واستجبتي للبرنامج بتاعنا. الصوص مخلي شكل الاستيك جميل قوي، حلو هو قوي. حلو وطري برده طبعا غير الطعم. وبيديله بقى ايه سوى حلو يعني، حتى لو اللحمه مثلا اكتشفتي انها كبيره شويه. اوكي هاتي معلقه، فبالتالي هتلاقيها يعني الصوص يخليها تستوي حلو وهيدي طعم كمان. الصوص بيدي طعم. طبعا. يا
بس نفضي لك كده المكان عشان الايه الله الطبق. هو بصراحه كفايه الشكل والريحه الطعم طبعا اكيد يعني يجنن يعني. تسلم ايديك يا شيف. بجد اكله يعني سريعه خفيفه بسرعه وفيها قيمه غذائيه طبعا. طبعا بيتقدم معاها بقى سلطه خضراء تمام اوكي و جميل حلو قوي. سلطه طحينه، سلطه خضراء، ممكن سلطه بابا غنوج اللي هي السلطات بقى يعني. أيوة جنب الاكل. بجد نورتينا النهارده وتسلم ايديكي على الاكل ان شاء الله برضو في اكلات تانية وحلقات تانية باذن الله معانا باذن الله. كل التمنيات طبعا بالنجاح والتميز كده وليكي ولقناه اليوتيوب بتاعتك وتشرفينا دايما يا رب كده ان شاء الله. تسلمي. اشكرك جدا يا شيف على الاستجابه بتاع حضرتك لبرنامجنا وان شاء الله في التقدم وان شاء الله يبقى اليوتيوبر بتاعك اعلى واعلى مشاهده باذن الله، بالذات بعد الحاجات الحلوه اللي انت هو جمهورنا شايف لكن ما شمش الريحه وما دقش. لا بس إن شاء بصراحه الله. جميل الاكل ما شاء الله شكله جميل ويفتح النفس يعني. اشكرك جدا يا شيف متشكره جدا جدا جدا. اعزائي المشاهدين على وعد وحلقه جديده من برنامجنا حلم وفكره، واتمنى نكون اسعدناكم. اشكركم والى اللقاء.